كانوا يعتبروننا شعوباً بوراً، وكانوا يعتبروننا شعوباً همجية. حين كان جيمس براون يقول أنا أسود وأفتخر، كنا نسمعه وكأنه يقول أنا عربي وأفتخر. إذا ذكرت الإسلام اليوم ستخطر على بال 99% من الناس أحداث 11 من أيلول سبتمبر. إن الناس عازمون على التخلص من مشكلة المسلمين هذه، وما في ذلك أي ازدراء، وما من أذى في قولك إنك مسلم. ما معنى أن يكون المرء مسلما في فرنسا اليوم؟ لا يتعلق الأمر بالضرورة بالإيمان بالله أو الصلاة، وإنما يتعلق أكثر بتوارث تاريخ دون على مر العصور من قبل البربر والعرب والسود الذين توافدوا إلى هنا من أجل العمل. قبل قرن كنا نسميهم السكان الأصليين وأصبحوا في الستينيات مهاجرين، أما اليوم فهم فرنسيون، وربما حان الوقت لتسجيل تاريخهم طالما أنه جزء من تاريخنا. في عام 1981 كان قد مضى على عمل المسلمين في فرنسا 75 عاما. لديهم الآن أطفال نشأوا بين مدارسهم الفرنسية وثقافة الوطن الأم. إنهم يدخلون مرحلة البلوغ في وقت أدت فيه سنوات الأزمة الاقتصادية إلى بطالة هائلة في أحياء المساكن الشعبية التي أصبحت الآن بوتقة للمشاكل الاجتماعية، لدرجة أن جزءا من السكان يفضلون المغادرة كما هو الحال في ضواحي ليون. من غادروا هم جميعهم أوروبيون، منهم برتغاليون وإيطاليون وهلم جرة، أما أولئك الذين بقوا فهم ممن يمكننا وصفهم بالفقراء، سكان العالم الرابع. هم من بقوا وقد كانوا بالمجمل شمال إفريقيين. ما الذي حدث؟ تتجمع مجموعة من الشبان هنا وهناك، وإليكم النتيجة، مهمشون ومن دون أنشطة تشغلهم. العناصر مجتمعة لحدوث انفجار. وقع الانفجار في العاشر من تموز يوليو عام 1981، وسمي منفذوه بالمنكير. أطفال بين العمارات أضرموا النار بسيارات مسروقة، وهكذا استيقظت فرنسا فجأة على شعور بالضيق من الضواحي. أولئك الذين يحرقون سياراتهم أولاد العمال المهاجرين، وندرك أن هؤلاء المهاجرين كانوا قد أنجبوا الأولاد، أمر مفاجئ، أعلم ذلك، لكننا لم ندرك من قبل أن هذه الهجرة كانت قد أخذت أبعاد العائلة، وأن هؤلاء أحفاد المهاجرين الذين هم في الحقيقة فرنسيون. بدأنا نتساءل عن هذا الجيل عند اندلاع أعمال الشغب. إن أعمال الشغب هي شهادة ميلاد هذا الجيل، فهم يرفضون أن يعاملوا كجيل أبائهم ويطالبون بمكانهم الخاص في فرنسا. أين ستكون بعد 10 سنوات؟ شخصياً سوف أغادر تقريباً. سأغادر لأنني أعلم أن النهاية ستكون بشعة. يعتقدون أننا غير قادرين على فعل أي شيء، لكن في وسعنا التأقلم مع المجتمع. هناك دوماً وسيلة لإصلاح الأشياء. هؤلاء الشباب العرب الذين نشأوا في فرنسا يريدون مشاركة ثقافتهم النشاز مع بقية البلاد، وفي ليون حملت مجموعة منهم هذه الراية، اسمها كاردو سيجور أو تصريح الإقامة، وهذا جدول أعمال بحد ذاته. كارت سيجور وتعني وثيقة الإقامة هي فرقة رائعة، وهم أول من غنوا عن مشاكل المهاجرين بالعربية والفرنسية كي يفهم رسالتهم الفرنسيون والعرب. إنها فرقة تغني عن مشاكل المجمعات السكنية والعلاقة مع الشرطة والمشكلات مع الفتيات، وكلمات أغانيهم مرتبطة بحياة الشبان في المجمعات السكنية، حيث يروجون لعالم خيالي في الضواحي. ونخدم 40 ساعة السبت نضرب في الحصة البروشيم والحلة السبت نضرب في الحصة لا كلاس والحلة أنا نوصل للتمام الباب تبلع.
كم من الصعب الدخول إلى ناد ليلي؟ لن يمنعني شيء من الدخول، وإلا لن أتمكن من الدخول. جربت جميع النوادي في ليون، ودائما ما كنت أرفض. خلال نشأتي كنت فتى يميل جدا إلى الجنس الآخر، لذا كان علي أن أحاول. في إحدى المرات اضطررت إلى استخدام اسم إيطالي، ادعيت أنني إيطالي للتعرف على الفتيات. بينما يحاول الأبناء جذب الفتيات، يعمل الآباء في المصنع، وهم في الغالب عمال غير مهرة في أسفل السلم الوظيفي. في ربيع عام 1982 ضربت سلسلة من الإضرابات مصانع تالبو وسترون وسمكا في منطقة باريس، مصانع أغلبية العمال فيها من العرب والسود، مطالبهم عمل أفضل وتحرير النقابات. شكل ذلك صدمة في ذلك الوقت، لأن الفرنسيين قالوا لأنفسهم فجأة: حقاً إنهم موجودون؟ فحتى ذلك الوقت كان هؤلاء الناس قد شوهدوا، لكنهم لم يسمعوا، لم تكن لديهم مطالب يناشدون بها، في حين كان رائعاً أن يحظوا بمجرد عمل فحسب. بدأوا يقولون الآن: أنا هنا، أنا موجود، أنادي بمطالبي. اتهمت الحكومة التي لا ترى مخرجاً من هذا الخلاف الاجتماعي المضربين بأن أصوليين إيرانيين يتلاعبون بهم، وتكررت هذه الاتهامات في وسائل الإعلام. جرت في فلينز هذا الصباح مواجهة بين الصحفيين والمحتجين الذين يلومون الصحافة على أسلمة القضايا. نعم، وهذا كان تحليل رئيس الوزراء السابق بيير مورو، ففي مقابلة مع صحيفة نورد إكلير، تم تحريض المهاجرين من قبل المجموعات السياسية والدينية حسب معايير بعيدة عن الحقائق الاجتماعية، كما صرح بذلك رئيس الوزراء. عندما يكون المهاجرون على صلة بقادة المجتمع الإسلامي، كيف يتساوى ذلك مع التلاعب؟ إن أوضاع العمل هي التي أدت إلى الإضراب في صناعة السيارات، وليست قيادات النقابات أو القيادات الدينية المزعومة. لذا كانت هناك تلك النزعة إلى العثور على تفسير عملي من قبل القيادات الإسلامية التي استحوذت على النقابات. كانت الفكرة تدور حول إسلام خارجي، كما لو كان المسلمون لا ينتمون إلى الأمة الفرنسية، ينظر إليهم بوصفهم قادمين من الخارج، يتم التلاعب بهم من الخارج. بدأ هذا البعد بالظهور في إضراب السيارات عام 1982. منذ الثورة الإيرانية تغيرت نظرة المجتمع الفرنسي للوجود الإسلامي. كانوا يرسخون باستمرار العلاقات شبه المباشرة بين الغليان الإسلامي في العالم والظواهر الاجتماعية التي تؤثر في المجتمع الفرنسي بشكل عام ووجود المسلمين بشكل خاص. أدى موقف السياسيين والإعلام هذا إلى تأزم العلاقة بين المجتمع ومسلميه. إن هذا الرأي الذي يرسم صورة لفرنسا الخائفة من الأسلمة سيستمر بالنمو، لكن حالياً الخطر يكمن في شباب من شمال إفريقيا مستهدفين بشكل متزايد من قبل قناصين سريعي الغضب وضباط شرطة يسيئون استخدام سلطاتهم. يتظاهر إخوة وأخوات وأصدقاء عبد النبي بكرامة في مسيرة صامتة لإحياء ذكرى شهيدنا عبد النبي. في أواخر عام 1982 قتل عبد النبي جيميا، وهو طالب يعيش في منطقة عبور في نانتير ببندقية على يد فرنسي يعيش في أحد المنازل المجاورة. اشتكى القاتل من أن أولاداً في المنطقة يقذفون الحجارة عليه. وفي آذار مارس عام 1983 انفجرت قنبلة في مرسيليا في كايول الذي يمثل العرب جل سكانه، وأدى ذلك إلى مقتل طفل غجري. وفي تموز يوليو قتل أحد الجيران توفيق أوانيس، كان يشعل الألعاب النارية مع أصدقائه. لم يفعل ابني شيئاً يستحق أن يقتل من أجله، إنه لا يزال شاباً. لقد نسينا اليوم القتل البشع لهؤلاء الأولاد، والذي تكرر مراراً،
أولاد قتلوا لاستنادهم على سيارة أحد الجيران، أو ربما لمحاولتهم سرقة مذياع سيارة، أو لصخبهم وما إلى هنالك. كانت حقبة تتسم بالإفلات من العقوبة، كان فيها القضاة متساهلين على نحو مذهل على الأقل بمعايير اليوم تجاه مقترفي تلك الجرائم. ولهذا السبب فإن الكثير من العائلات الشمال إفريقية ينتابهم الخوف الشديد عند خروج أولادهم في الليل، يخشون أن يأتي أحدهم ويقول قتل ابنكم. لم نكن نعرف ما ينبغي عمله، فمقابلة العنف بالعنف كانت ستدخلنا في دوامة لا نهاية لها، شبيهة بالحلقة المفرغة. في ذلك الوقت كنا نشاهد مسلسلات تلفزيونية عديدة أيام السبت كما أذكر، تعرض كل تلك الحركات الرافضة للعنف التي جرت في الولايات المتحدة أو في الهند في ذلك الوقت. وكان لنا صديق استمر في مشاهدة هذه المسلسلات إلى أن جاء يوم قال فيه كنوع من التحدي: ماذا لو قمنا بإضراب عن الطعام لنقول طفح الكيل؟ لقد سئمنا من كل هذا، من التعامل معنا كما لو كنا وقوداً للمدافع، لذا قمنا بإضرابنا الشهير عن الطعام. قام أعضاء الاتحاد بالإضراب عن الطعام، لكنني لم أشارك، أخبرتهم أن ذلك ليس بمقدوري. الامتناع عن تناول الطعام هو أمر صعب بالنسبة إلي، فشهر رمضان صعب بما يكفي، وتريدونني أن أقلع نهائياً عن الأكل؟ لا شكراً. لذا بدأ أصدقائي بالإضراب عن الطعام، وتوليت أنا مسؤولية العلاقات العامة بين زيارات الاتحادات للمحتجين والسلطات المحلية التي أتت لتقديم الدعم. تومي دجيجا زعيم الشباب في منكيت تأثر بغاندي ومارتن لوثر كينغ. في أحد الأيام عند سفح أحد الأبراج حرض شرطي كلبه على شاب. بعد أن تنبه للضجيج ذهب تومي إلى الشارع ورأى الشاب على الأرض وقد عضه الكلب. تدخل تومي فهدده الشرطي بمسدسه، وانطلقت حينها الرصاصة وسقط بين ذراعي. أطلق رجل الشرطة النار على أحدهم وتركوه خلفهم فعليا ليموت. لقد ترك فتى ساقه ملفوفة بشرائط، وأخذ كلبه ووضعه في السيارة وغادر. وفي تلك الليلة وفي ذاك اليوم أصبح الحي مثل بيروت. حقا لقد كانت معركة كبيرة بين السكان والشرطة. بعد كل ما مر به تومي أخبرنا من سريره: سنخرج الآن في المسيرة بشكل طبيعي جدا. من سريره في المستشفى عند خروجه من الغيبوبة، لذا اعتقدنا أنه ربما رأى حلما أو رأى إشارة ألهمته ليقول لنا: لما لا ننظم مسيرة كبيرة كما فعل الآخرون، فلنعلم هذا البلد بوجودنا، ونحن بحاجة إلى الحقوق نفسها كحال الجميع، حقوق الإنسان. في 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1983 انطلقت مسيرة من أجل المساواة ومناهضة العنصرية من كايول في مرسيليا، حيث تسببت قنبلة بموت طفل في شهر آذار مارس. المشاركون طالبوا بتذكر ضحايا العنصرية الصغار. راني فرحانة في قلبي بهذا الشيء اللي راهم يعملوا فيها لجل اللي قتلوا، وراني أشكرهم من أعماق قلبي على كل ما يفعلونه من أجل الأولاد المقتولين. الشيء المدهش حيال هذه المسيرة هو أنها أطلقت من قبل أشخاص غير مهمين مثلنا، وقال العشرات من الناس: لا، لا يمكن أن يستمر هذا. اغتيالات الشبان الصغار الأخيرة هذه في جميع أنحاء فرنسا، فجو رفض الأجانب هذا والذي انتشر كالسرطان يجب أن يوضع له حد. وبما أن المنظمات الكبرى تتردد لإطلاق حملة كبيرة، سننزل نحن إلى الطريق كما فعل الآخرون من قبلنا، الأمريكيون السود أو الهنود الذين نراهم في فيلم غاندي أو مزارعو لارزاك. سننزل إلى الطريق ونحاول الوصول إلى كل أولئك الذين يعارضون التمييز العنصري في فرنسا. في ذلك الوقت في فرنسا كانت هنالك حاجة حقيقية للتعبير عن رفض العنصرية تجاه جزء من السكان، كقضية بوردو وفانتيميليا حين رمي شاب من قطار من قبل عساكر متدربين. لذا كانت هناك حاجة إلى الاستغاثة والاحتجاج. تلقت المسيرة دعما جيدا من قبل قسم كبير من الناشطين الفرنسيين.
أنا من فينيسيو في ليون، وأنا عضو في منظمة SOS أفنير مانكيت. أجل، لقد واجهنا العنصرية في طريقنا من قبل بعض الذين كانوا يناهضون هذه المسيرة ويقفون في وجه دمج الأجانب في فرنسا، لكن تزايد المتعاطفون معنا ومن يرون أننا جميعا إخوة، وكانوا أكثر من الأصوات المعارضة. لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أننا سنحقق نجاحا استثنائيا، وأنا نفسي كمنظم مشارك في العملية لم أتوقع أن العملية ستحقق نجاحا، لم أتوقع ذلك بصراحة. بدأت أؤمن بذلك قبل أسبوعين من النهاية. في عام 1983 كانت قمة نجاح مثل هذه العملية ظهور جاك لانج وزير الثقافة في عهد فرانسوا ميتيران. تحدثنا إلى الشباب الذين قالوا إنهم لم يتخيلون هكذا. كيف كنتم تتخيلوننا؟ أخبرني بذلك. سأطرح سؤالا أخيرا فقط، إنه بخصوص المساجد. ما هو موقفك بهذا الخصوص؟ يقول الناس إنه ليس هنالك ما يكفي من الجوامع في فرنسا. ماذا تنوون؟ طموحنا هو النجاح، ونظرا لذلك سننتصر، ونحن متأكدون أنه في الثالث من كانون الأول ديسمبر في باريس في ميدان الكونكورد سيكون هناك 100,000 شخص يقولون نعم لفرنسا تعمها المساواة والأخوة. عنصري أنا محال، عنصري أنا محال، عنصري أنا محال، عنصري أنا محال، عنصري أنا محال. الحدث الحقيقي في الثالث من كانون الأول ديسمبر عام 1983 هو أنه على نحو مفاجئ شعب فرنسا بأكمله من خلال شاشات تلفازهم سيكتشفون أن قسماً كبيراً من شبابهم له جذور في الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط، وأن الهوية الجزائرية الآن والمغربية والتونسية أو أياً كان اسمها هي جزء من الوجود الفرنسي المشترك. أعتقد أن هذا ما قدمته المسيرة إلى فرنسا. كانت لها في البداية فكرة تنادي بها، لكنها مكنت فرنسا من إدراكها لهويتها الجديدة. هذا العنصر الجديد من الهوية الفرنسية له اسم معروف من قبل جميع الشباب، البور، أي العرب. هذا الاسم تصدر صحيفة ليبراسيون في يوم المسيرة، وفي محطة إذاعية حملت راية هذا الجيل. مرحبا، هذه محطة راديو بور على التردد 98.5 FM. راديو بور، راديو لدينا أشياء نقولها وبإمكاننا التحدث عن أنفسنا، سنتحدث عنها في الصحافة وعبر المذياع من خلال كتاباتنا والموسيقى. لدينا رسالة محددة من الناحية الثقافية، ولا نحتاج إلى أحد للتحدث نيابة عنا. ما أنقذني كان المذياع، المذياع المستقل. في عطلة نهاية الأسبوع كنت أتحدث من خلال الميكروفون وأشغل تسجيلات موسيقية أحببتها، وذات يوم سئلت إن كنت مهتماً بتولي مهمة تنسيق الموسيقى في ناد ليلي، وأول ناد وجدت نفسي فيه لم يكن يسمح بدخول العرب إليه. ذهبت إلى العمل لدى الرجل الأبيض، لكنني بقيت عبد الرؤوف ظافري حتى بعد اضطراري إلى تسمية نفسي جينو كي أتعرف إلى الفتيات. وحتى بعد ذلك وللحصول على إيصال دفع مرتب دعوت نفسي فرانسيس بنما. لوقت طويل كنت مقدم راديو وتلفاز يدعى فرانسيس بنما، كنت أشغل الميكروفون، وهذا صحيح كان لذلك الاسم وقع أكثر رقياً. أنتم تستمعون إلى كونتاكت اف ام مع فرانسيس بنما، جميل. في ثمانينيات القرن الماضي
كان الاندماج في المجتمع الفرنسي لا يزال بمثابة مسار صعب لأولاد المهاجرين من شمال إفريقيا. مع ذلك عدد قليل كسر الحواجز وتحدث بصوت واحد. ما هو سبب كتابتك لهذا الكتاب؟ كي أروي قصة الستينيات. لم يقدم أحد على ذلك، لذا قلت لنفسي لم لا، وأضفت بعض الأشياء من سيرتي الذاتية. وصلت في عام 1964، ومن تجمع سكني إلى تجمع سكني ذهبنا إلى مدينة الصفيح نانتير. بقينا هناك لنحو 8 أشهر، ثم أعيد إسكاننا في مجمع سكني عابر في نانتير، وبقينا ل6 سنوات. بعد عامين من نشر كتابه تمكن مهدي شارف من تحويله إلى فيلم. لست أفهم. ألا تفهم؟ لقد تعبت، أنا أعمل وأنت دائما نائم، لا تصلح لشيء. راك تسمع؟ بوبغاني باش سي ترافاي فنيان فويو. اسمع فيا، شفت ولد ماما هذاك علي سيريو خدام على روحه كيما الرجال تاع الصح، ما يكميش يجيب لاباي لامو، ما يترانيش في الطروقه، الله يحفظه ويخليه. اذهب واعمل يا بني. عثرت على عمل. جيد بني، لكن علي ان اصبح فرنسيا. ماذا؟ فرنسي؟ مو حال فرنسي، جامي رومي. راك تسمع، جامي رومي. يعتبر نجاح الشاي في الحريم رمزا لفتره تورط فيها فرنسيون كثر في مكافحه العنصريه، تقودها الان منظمه جديده اسمها SOS راسيزم. يعتقدون في النهاية أنه ليس في وسع هؤلاء الشباب قيادة الشباب الذين يتعذر التحكم بهم، ومن الأفضل الاعتماد على مناهضة العنصرية والحفلات الكبيرة لتنظيمها. لذا نلاحظ أن هؤلاء الأشخاص المنظمين لهذه الحركة هم أشخاص من أمثال جوليان دري وهارلم ديسير. سنتابع المسير معا ضد العنصرية اليومية من أجل فرنسا متعددة الثقافات. شعروا بأنهم قد سرقوا، وأن ما سلب منهم هو انتصار مسيرة البور هذه. مع تأسيس منظمة SOS التي يتم تنظيمها من الأعلى، شعروا بأنهم تعرضوا للنهب. إنني أتحدث عن قادة حركات الشباب هذه، كانوا ينظرون إلى SOS بوصفها منظمة مقربة من السلطات، مقربة من قصر الإليزي، مقربة من أي مكان. لذا كان ذلك يشعرهم بأنه انتصار باهظ الثمن. ثمة فشل واضح، كانت مناهضة العنصرية الضمير الحي لليسار، لكن أثناء تلك الفترة لم يكن اليسار يعمل باتجاه المساواة، وهذا تحفظ رئيسي لدي على خطه، كما كان رؤساء منظمة SOS العنصرية في ذلك الوقت مهتمين أساساً بمستقبلهم الخاص ومسيرتهم المهنية الخاصة، أما التابعون لهم من الشبان وكلهم سائرون في فلك تلك الحركات التعددية، فلم يصبح أحد منهم عضواً في البرلمان. في فترة الثمانينيات، وعلى الرغم من أن مسألة التمثيل السياسي لم تكن بعد مشكلة لدى أولاد المهاجرين، إلا أن اعتداءات الشرطة كانت مستمرة. في 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1986، بعد مظاهرة في مدرسة ثانوية لم يشارك فيها، قتل مالك أوسيكين على يد شرطيين على دراجة نارية يحملان مضارب. أتذكر جيدا جريمة قتل مالك أوسيكين، فقد أفاق على أثرها وعي السياسي. كان عمري حينها بين 15 و17 عاما. أتذكر قيام المظاهرات في مدرستي، اختلط فيها الحابل بالنابل. أتذكر شعوري بإحساس حقيقي بالظلم، واعتقدت حينها أن الأشياء ستصبح مختلفة بالنسبة إلينا. لقد كانت قصة مالك أوسيكين مروعة، فقد كان عربيا كما كان فرنسيا أيضا، فهو ابن لمهاجرين أراد أن يدخل في سلك الكهنوت. كان يبحث عن دينه وقد وجد الكاثوليكية،
كان شابا هزيلا صغيرا تم ضربه حتى الموت. لم يكن ذلك حادثا عرضيا، فمالك لم يكن مسلما أو متطرفا، لقد كان فرنسيا. إذا كنت تدعي العيش وفقاً لقوانينك وحسب عاداتك الخاصة وثقافتك الخاصة، فمن الأفضل لك أن تعود إلى موطنك، وإلا فستكون نهاية الأمر كله بشعة. في نهاية الثمانينيات كان العدو الأول لجان ماري لوبين البور، أي العرب، صيغة رابحة، حيث كان يصوت ما بين 10 إلى 15% لصالح الجبهة الوطنية، بالتالي يعبرون عن الحاجة إلى الدفاع عن هوية ينظر إليها على أنها معرضة للتهديد. في الوقت نفسه في المدن جزء من الشباب كان يتطلع إلى الهوية الإسلامية. هذا هو الحال في المنكيت. لا تعتمد على ذلك، على كل تلك الحفلات والأجواء الرعوية، فقد أفضى ذلك كله إلى الفساد أكثر منه إلى النزاهة والاستقامة. لقد كانت محض تلاعب، كنا جميعا ضائعين بعض الشيء، لقد وجدنا في الإسلام ملاذا. يقدم الإسلام الكثير للمرء، فهو يشمل كل شيء من التأمل إلى الرياضة وإلى النظافة. إنه يساعدني على العيش. في جميع أنحاء فرنسا يبدو أن الشباب يعثرون على توازن من خلال الإسلام. هذا الطرح الروحي الجديد بدأ أيضاً في جذب عدد معين من غير المسلمين. قررت أن أعتنق الإسلام، فهو يمنحني شعوراً جيداً لأنني على صلة مباشرة مع الله، ولدي شعور أفضل في قرارة نفسي. يعلمني الإسلام محبة الآخرين والتسامح معهم واحترامهم. تؤثر ظاهرة التحول هذه أيضاً في العديد من الشباب في الهند الغربية أو الدول المسيحية في إفريقيا، وينطبق هذا على ريجيس من سكان ستراسبورغ، وهو من أصل كونغولي المعروف الآن باسم مغني الراب عبد الملك. أتذكر أول كتاب قرأته عرفني على الإسلام، قلت لنفسي وقتها هذا هو، وكأنه كان ديني الفطري. لم أشعر أنني سأنفصل عن ديني والدي الكاثوليكي، بل شعرت بالاستمرارية، وكأنني عثرت على ملابس تلائم مقاسي على نحو مثالي. ومنذ ذلك الحين قررت أن علي اعتناق الإسلام، وهذه هي قصة اعتناقي للإسلام. في عصر العولمة هذا ينتقل الناس من تقليد إلى آخر، يعتنق غير المسلمين الإسلام ويترك المسلمون الإسلام. إننا في حالة تقلب مستمر، نتنقل بين التقاليد والثقافات، ففي وسعك الآن تغيير ديانتك كما قد تغير قميصك، لكن الأئمة لا يرون أولئك الذين يتركون الإسلام، تلك هي المشكلة. يقولون إن الكثير يعتنقون الإسلام، لكنهم يتغاضون عن الذين يتركونه. الذين يتركون الإسلام يغادرونه غير مرئيين، إلا أن الذين يشهرون إسلامهم يجذبون اهتمام وسائل الإعلام. مع عودة المدارس في أيلول سبتمبر عام 1989 فصلت 3 فتيات من الثانوية لرفضهن خلع الحجاب داخل المدرسة، فانطلقت قضية الحجاب. إنها إحدى المسائل الأولى الكبيرة المتعلقة بالإسلام وعلاقته بفرنسا. أول مسألة خطيرة بالنسبة إلى الإسلام في فرنسا، خطر يهدد قيمه وطبيعته العلمانية. وفي العام 1989 ومع ظهور الحجاب خرج الناس إلى الشارع ليراهم الجميع قائلين: نحن فرنسيون، نحن مسلمون، ولن نغادر فرنسا وسنتمسك بتقاليدنا الإسلامية. كانت تلك هي الصدمة الحقيقية. وكمراهقة في ذلك الوقت لم أدرك كيف يمكن لهذا الرمز الديني الإضرار بالعلمانية الفرنسية أو التشويش عليها، ومن ثم تغيرت آرائي حول هذا الموضوع، فقد بدا لي كإشارة مقلقة جداً على العجز الذي كان يعيش فيه المجتمع المسلم.
ارتداء الحجاب في الشارع ليس بمشكلة، فهو خيار شخصي وطريقة يعبر بها الناس عن إيمانهم أو دينهم، لكن في الأماكن العامة كالمدارس فهذا مستحيل. المستغرب أيضاً هو الحكم الذي أصدرته معظم وسائل الإعلام التي استفادت بتلهف من قضية الحجاب. حتى أولئك الذين لا يشعرون بأنهم مسلمون كحال أنا، كان تركيزهم على مشكلة الإسلام هذه بقولهم بشكل عام. حتى بالنسبة إلى أولئك الذين أرادوا في الواقع الانتماء بشكل تام إلى علمانية لا صلة لها بالدين، فإن تجريم هذه الممارسة كان يدفعهم مجدداً إلى الإسلام. فمنذ ذلك الحين انطلقت موضة جديدة. منذ ذلك الحين أعرف فتيات عربيات اندمجن بشكل كبير في المجتمع، كنا يقولن هذه هي طبيعة الأمور إذن فليكن، وقد شكل ذلك صدمة كبيرة بالنسبة إلى الأمريكيين. فبالنسبة إلى النساء أصبح الحجاب طريقة يقولن بها احترمونا لأننا مختلفات أيضا. رفع الصوت للتعبير عن الأنفس شجعه معظم الآئمة المسلمين، رفضوا السماح للفتيات بخلع الحجاب في المدارس. كان بالإمكان تجنب الاصطدام، لكن في ذلك الوقت لم يكن لدينا فهم صحيح للإسلام. لم نكن نعلم أن الإسلام يأخذ بعين الاعتبار آراء ومخاوف الآخرين، وألا يكون اهتمامه مقتصراً على المطالبة بحقوق باسم القيم الجمهورية، وذلك لأن هناك إلى جانب الحقوق الحدس والعواطف والطموحات والتاريخ، هناك ديناميكية المجتمعات التي يتم حشدها ضد شيء ما، ولا أريد أن يكون ذلك الشيء هو الإسلام. قضية الحجاب ستلهب المشاعر 15 عاماً حتى عام 2004، عندما سيمرر مجلس الأمة قانوناً يمنع فيه ما يعبر عن الانتماء الديني في المدارس. لصالح 494، ضد 36. من خلال حظر الحجاب في المدارس، فإن الجمهورية الفرنسية وضعت حدوداً لما هو مقبول، في حين يلاحظ أن الإسلام يصبو للبروز. مساء الخير وأهلا بكم في هذه السلسلة الموزعة على 4 ليال سنحتفل فيها معكم بشهر رمضان. إنه عرض للمسلمين وغير المسلمين وعامة الناس، خليط من الثقافات وخليط من الناس، هذان هما شعارانا خلال أمسياتنا الأربع في رمضان. لم أصم شهر رمضان عندما كنت صغيراً سوى في بعض الأيام من أجل إرضاء الناس. بدأت صوم شهر رمضان عندما بدأ ابني المولود في عام 1969-1970 بدأ بصومه عندما كان عمره حوالي 10 سنوات. ولد ابني في عام 1970 وفي إحدى السنوات صام شهر رمضان، لذا شعرت قليلاً ليس بالحرمان بل شعرت ببعض الخزي. فولدي يصوم شهر رمضان وأنا لم أصمه منذ 20 عاما، شعرت أنني ملزم بإحيائه. فهو ليس متدينا أيضا، لكنه قرر أن يصوم شهر رمضان ولم أتوقف منذ ذلك الحين، فقد عدت إلى جادة الطريق. توقف هو وتركني هناك، صمت رمضان واحتفلت بعيد الميلاد. خالد كالكال هو شخصية مأساوية، فهو يظهر فشل جيل بأكمله. بعد أن تعقبته كل شرطة فرنسا، قتل خالد كالكال في 29 أيلول/سبتمبر عام 1995 في محطة للحافلات في ضواحي ليون أمام كاميرات التلفزة.
مساء الخير. مساء الخير. لنحاول أن نستعرض مشاعر ضواحي ليون مثل فولين فولان وفينيسيو وما شابهها حيال نهاية خالد كالكال المأساوية. صدمت صور مقتل خالد كالكال الكثيرين. يرى بعض الشبان في ذلك مصدر إذلال لهم. هل تظن أن خالد كالكال هو المثال على فشل الاندماج؟ أجل، لأنه كان فتى محلياً وليس عميلاً خارجياً، كانت له بداية واعدة، فبالنسبة إليه أن ينجرف في هذه المجازفة الإجرامية المريعة يعني أن الآخرين معرضون للخطر نفسه. علينا أن نمد أيدينا إلى هؤلاء الشباب وأن نقول لهم هذا هو موطنكم. وبعد أسبوع على وفاة العدو رقم واحد لفرنسا، نشرت صحيفة لوموند وثيقة مذهلة، مقابلة أجريت قبل 3 سنوات من قبل عالم اجتماع ألماني مع صبي صغير كان ضائعاً قليلاً في ذلك الوقت. كانت لدي المقدرة على النجاح، لكنني لم أكن أحس بالانتماء. اعتقدت أن الاندماج الكامل مستحيل. أشعر بأنه فشل تقع مسؤوليته على عاتق القيادات الدينية، لأن هناك عملاً يجب إنجازه في المساجد. علينا أن نمنع هذا النوع من الإساءة. لا يمكننا أن نعطي التطرف أي مجال للمناورة. علينا أن نكون حذرين، فالقادة الدينيون يتحدثون إلى جيل في غاية الهشاشة. يجب أن تؤخذ هذه الهوية الهشة في الحسبان. هذا الضعف موجود، لكن التجاوزات التي قام بها كالكال نادرة جدا، وبالنسبة إلى كثير من الشباب الإسلام في المقام الأول طريقة ليتحول المرء إلى شخص أفضل. جميع من أعرفهم ممن يصلون لا يشربون، وهذا يمنحهم الكثير من السلام الداخلي. كانوا يسرقون أو يتاجرون بالمخدرات للحصول على المال، أما الآن فقد انتهى كل ذلك. إنه إسلام برأيي يرى الخلاص في تبعية بعيدة عن الواقع. ما يهم هو إنقاذ روحي في الآخرة، وهذا يستدعي إيماناً كاملاً بحرفية النصوص بغض النظر عن الثمن الاجتماعي والاقتصادي، لأنه متعلق بما يحدث في الآخرة. لذا من الناحية اللاهوتية لهذا عواقب خطيرة، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد التسوية، فهناك خيار، فإما الآخرة أو الدنيا، إما الدين أو المجتمع الفرنسي. هذا الدين المتقشف الذي اكتسب اسم إسلام الضواحي مدعوم بشكل خاص من قبل جماعة التبليغ، حركة أصولية ولدت في الهند، الحركة التي تعرف إليها الشاب عبد الملك بعد وقت قصير من إشهار إسلامه. ثمة مراهق عمره حوالي 16 عاماً، ومع أنه من الضواحي، ورغم أن والديه مطلقان، ورغم أن هناك الكثير من الأشياء التي تجعله في حاجة إلى إثبات ذاته، وفجأة يختار رؤية الإسلام هذه حتى وإن لم يكن إسلاماً، فهي رؤية تروق لهذا الشاب الصغير، في حين أنه في الماضي كانت نظرتي نظرة لص، وبعدها إقصاء الآخرين، حقيقة قولي إنني أعيش في الواقع، أما هم فمخطئون وسيسقطون في النار وإلى آخر ذلك. إنه شكل آخر من الإثم بحد ذاته، فبطريقة ما انتقلت من تطرف إلى آخر لأنني استمتعت بذلك، لأنني وجدت فجأة أن موهبتي الطبيعية التي لدي في التعبير عن نفسي وجمع الأشخاص مع بعضهم كان لهذا معنى. أصبحت فجأة محترما لكوني واعظا، وكان الناس في الأماكن الأخرى يستمعون، وفجأة وبطريقة ما استغليت الإسلام واستغليت علاقتي به. أصبح الإسلام فجأة هو كعيار الصحة لدي. هذا الإسلام الجديد الذي بشر به عبد الملك في ذلك الوقت أصبح هوية بديلة لكثير من الشباب. هذا لا يمنع أن تكون للهوية الوطنية اليد العليا. عندما يصبح الرياضيون الذين يتماهى معهم أولاد الأحياء فخر أمتهم في كأس العالم 1998، اكتشفت فرنسا تنوعها. كانت المرة الأولى التي نرى فيها كأس العالم، كانت ثمة ألوان في كل مكان. إنه بذلك استثنائي. أجل، لقد سجلوا هدفاً، هذا رائع.
بفضل كأس العالم، فرنسا لبضعة أعوام كانت شمال أفريقيا وسوداء وبيضاء، وهذا جيد من الناحية الرمزية، لكن هل غير أي شيء؟ لست متأكدة من ذلك. غدا إن لم يقدم المدير الذي كان في الشارع على القبول بسيرة ذاتية صباح الاثنين من محمد ملقيش الذي يقطن في سين سانت دينيس، فأشك في أن هذا الحدث قد غير شيئاً، لذا فهذا لا يخدعني. إنه مجرد عالم استعراضي، ما من أهداف سياسية وراءه. كل ما في الأمر هو أن لدى هذه الشخصية زيدان براعة فيما يفعله، ولم يأخذ من قبل قط أي موقف سياسي، وكأنهم أخذوا تاريخ الثمانينيات بأكمله وفرغوه من محتواه وأبقوا على الصور فقط كنوع من النماذج الأولية. جمال العرض المختلط مفرغ بالكامل من محتواه. تقوض سحر فرنسا المكونة من السود والبيض والبور المتحدين على الرغم من خلافاتهم بشكل خطير، وذلك في أيلول سبتمبر عام 2000 عندما غزت الانتفاضة الثانية شاشات محطاتنا التلفزيونية، فعلى مدى عقود دعم معظم مسلمي فرنسا الفلسطينيين، لكنه لم يكن عاطفياً كما هو الحال الآن. لدينا مشكلة سياسية، ثمة أشخاص يتعرضون للذبح في هذه اللحظة. هذه التظاهرة ليست موجهة ضد المجتمع اليهودي في فرنسا، هذه التظاهرة موجهة ضد الدولة الصهيونية، ضد إسرائيل. يدفعنا الترحيل إلى معركة إضافية. من خلال تجربة الفلسطينيين يشعر أولاد ضواحي هؤلاء بأنهم في نفس الموضع. إنه شكل مأساوي للهوية. جميع العرب هنا هم محاربون محتملون. إن بدأ الأمر فجميعنا جاهزون، نحن جاهزون للذهاب إلى فلسطين. ما يقوله ليس صحيحاً، تلك رسالة كراهية. عليك ألا تخلط الأمور وتتورط في خطاب كراهية. لا، على الإطلاق، لقد كان هناك ظلم، ظلم من كلا الطرفين. نحن هنا لتوفير الموضوعية ولتوفير الشفافية. ثمة رابط بين الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية وما يجري في الضواحي، نوع من الإدراك الفجائي. البحث عن الهوية والضيق الذي يأتي من ذلك واضحان جداً، إلى درجة أننا مستعدون للتمسك بأي شيء والانتماء إلى أي شيء. يمكن لهذا أن يكون خطيراً جداً. تدنيس معابد يهودية وكتابات معادية للسامية على الجدران كانت للنزاع الفلسطيني تداعياته في فرنسا، حيث تم الإبلاغ عن 100 حادثة الأسبوع الماضي. استهدف بعض الشباب من شمال إفريقيا الأشخاص الخطأ، معتقدين أن على اليهود أن يدفعوا ثمناً بسبب أوضاعهم أو وضع الفلسطينيين البائس. سوف يتكشف فيما بعد أن المتطرفين اليمينيين استغلوا الوضع أيضاً لارتكاب أعمال معادية للسامية. تصاعد التوتر واليهود بدأوا يشعرون بالخوف. لم أكن مطمئناً، بقيت هنا البارحة طوال اليوم أراقب الوضع، لأنني شعرت بأن شيئاً ما سيحدث لنا. رواسب معاداة السامية المترسبة لا تزال متجذرة في الغرب، ولسوء الحظ لا تزال موجودة بين أوساط المسلمين، وكقادة دينيين علينا أن نتصدى لإساءات كهذه. معاداة السامية هي شيء على المسلمين مواجهته. إننا غربيون الآن، علينا أن نأخذ المحرقة في الحسبان. وفي يوم من الأيام شغلنا التلفاز ولم نصدق ما رأيناه. إذا كان ما نشاهده صحيحاً فعلينا جميعاً مواجهة العواقب. في 11 من أيلول سبتمبر عند عودتي إلى المنزل قال لي ابني: دمر هذان البرجان من قبل الطائرات. قلت له: ما الذي تتحدث عنه؟ هذا جنون. أراني ذلك على التلفاز وقلت: ما الذي فعلته بلعبة الفيديو لديك؟
أجل، أعتقد أن ذلك كان التاريخ الذي اغتيلت فيه الديانة الإسلامية. إذا ذكرت الإسلام اليوم، 99% من الناس سيخطر في بالهم أحداث 11 من أيلول سبتمبر. لم يفد ذلك حياتي إطلاقاً، لأنني بدأت العمل في ذلك الوقت. لذا خلال شهر رمضان كانوا يسألونني: أنت تصومين رمضان؟ أجل، يجيبون: حسناً. لذا تفهمون مشكلة المسلمين هذه، ولقد كان الأمر صعباً. لا حقاً، لقد كان صعباً. وكشخص أتى من ثقافة إسلامية، شعرت بنفسي داعمة كلياً للغرب، ولم أستطع أن أفهم كيف بإمكاننا إخفاء حقيقتي أن في الغرب مجتمعاً مسلماً كاملاً قد يكون مصدوماً وغاضباً ومذعوراً بسبب هذه الهجمات. بعد 11 من أيلول سبتمبر بدأ استغلال الجدالات عن التاريخ وأعيد إبرازها من قبل كلا الطرفين، أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى عصور الاستعمار ومن يقولون إن الإسلام غير قادر على الاندماج ثقافياً. لذلك النوع من الجدال قانون تم تمريره في 23 من شباط فبراير عام 2005، ينص على أن استعمار فرنسا لشمال إفريقيا كان إيجابياً. في الوقت نفسه هنالك سلسلة كاملة من الاتحادات تشرح كيف أن الاستعمار كان شريراً بالمطلق، وهو السبب وراء الوضع الذي يوجد فيه المسلمون الفرنسيون أنفسهم. إنه لبعد قوي جداً اليوم، وهذا جدال قوي جداً. نستحضر هذا التاريخ الاستعماري كطريقة يعمل بها المجتمع الفرنسي، رغم أن المجتمع الفرنسي ليس استعمارياً بشكل جلي، لكن هناك آثار لذلك. في البداية لم تكن ثقافة العربية الإسلامية مشكلة داخل حزبي، ومن ثم وقفت ذات يوم كمرشحة رئيسية في الانتخابات المحلية. حينها بدأت المشكلة. تم تذكيري بأصولي من داخل حزبي الذي أنتمي إليه، وجدت ذلك غير قابل للتصديق بتاتاً، لأنهم قالوا لي: باسمك كاسمك ستهوين بالقائمة كلها معك. أدركت أن هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه داخل الحزب الاشتراكي. لو أنني سمعت آراء كهذه في المقهى المحلي لكنت سأعتبر ذلك شكلاً من العنصرية. لقد كانوا رفاقاً اشتراكيين، لم أكن لأشك في نواياهم، ومع ذلك عبروا عن تلك الآراء دون مواربة. لذا كانوا بحاجة إلى التثقيف بخصوص مسألة الأصول. لن أقول إن الحزب الاشتراكي هو حزب عنصري أو إن فرنسا عنصرية، لكنهم يمتثلون للأعراف والعادات، فنحن نجد النماذج التي نعرفها مسبقاً ولا نأخذ مخاطرة جديدة. وللمرة الثانية أطلقوا علي في حزبي يسارية الطاجين. وقد شكل لي ذلك صدمة. لو أنهم دعوني يسارية الكافيار لكنت قد قبلت بذلك، لأنني أعيش في الحي 16، ودعوتي بيسارية الكافيار لم تكن لتزعجني لأن ذلك يشمل الجميع. لكن يسارية الطاجين هي إهانة عرقية تنطوي على بعض العنصرية. إنها وبال ما بعد الاستعمار. لم أقبل بذلك، فسحبت ذلك الشخص إلى أمام محكمة الحزب، لجنة النزاعات. قلت لنفسي: علي فعل هذا، لابد أن يكون عبرة لغيره، لا يمكننا القبول بذلك. لن نقبل في هذا القرن الجديد بمعاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصلنا أو مكان إقامتنا. ففي كانون الأول ديسمبر عام 2005 بعد وفاة شابين في كليشي اشتعلت الضاحية من جديد. هذه الصرخة من اليأس تأتي من جميع شباب الأحياء، البيض، العرب، السود أو الصينيين، لكن لم يشر إلا إلى عنف الشباب السود كما لو كان من نوع مختلف.
بثت الآراء الصادمة من قبل هيلين كاريردينكوس على قناة NTV الروسية الخاصة. إن هيلين هي الأمينة الدائمة للأكاديمية الفرنسية، وهي مؤرخة مختصة في روسيا. يأتي هؤلاء الناس مباشرة من قراهم الإفريقية، لكن باريس ومدن أوروبية أخرى ليست بقرى إفريقية. ثمة عشرات عديدة من الأولاد والعديد من الأمهات في شقق ليست مصممة لاستيعاب كل هذا العدد من الناس. في مجتمع معياري كالمجتمع الفرنسي، هناك صعوبات في توفير الإطار المناسب للتعلم والاندماج. لا أعلم ما القول، إن ذلك لمستوى متدن جدا. بالنسبة لهم الشبان الذين ذهبوا وأحرقوا السيارات، فعلوا ذلك لأن آباءهم متعددو الزوجات، الغالبية بالطبع. إنهم الأسوأ، عندما يكون الآباء متعددي الأزواج، فهم أكثر جنوناً من البقية. إنها حركة رخيصة، لقد نفدت لديهم الحجج، لذا لا علاقة لتعدد الزوجات بمشكلة عدم الاستقرار أو أعمال الشغب. إنه أمر دخيل تماماً، ثمة تململ وعدم ارتياح، وثمة مشكلة غير محلولة. إنهم مرميون هناك، ونحن من يدفع الثمن. إنه تخطيطهم الرديء للبلدة في السبعينيات. بعد أقل من عامين من أعمال الشغب، وصم السود بالعار الذي لا يمكن استيعابه. أصبحت في البلاد حكومة جديدة تضم 3 وزراء، 3 نساء، حفيدات لمهاجرين مسلمين من المغرب العربي وإفريقيا السوداء. هذا أمر رمزي غير مسبوق. أنا سعيدة لأن هؤلاء السيدات الثلاث أصبحن وزيرات. سعيدة جداً. اليسار نادم على عدم الإقدام على ذلك. إنه نادم على ذلك إلى أبعد حد. إذا سألت القادة الاشتراكيين سيقولون إنه ندم كبير. لذا اعتبرت أنه كان من الرائع أن نيكولا ساركوزي أقدم على ذلك. هل وجود 3 وزيرات في دائرة الضوء يعني أن المشاكل المرتبطة بالإسلام أو التمييز العنصري سيختفي؟ أشك. الشيء الذي يصدمني هو أنه يتشكل لدينا انطباع بأن هناك نوعاً من الصواب السياسي الذي يحدث، أن حقيقة الانتماء إلى هذه الهجرة سيفتح أمامك الباب لتكون الممثل عنهم. ننسى أن ما يهم في النهاية ليس الأصل ولا النسب ولا لون البشرة الداكن، بل ما يهم حقاً هو ما عليك قوله بعد ذلك. هل أكسبتني تجربة الهجرة هذه خبرة سياسية؟ الشيء المهم هو الشرعية عبر صندوق الاقتراع، لا عن طريق التعيينات والمراسم الرئاسية. كم عمدة عربيا يدير مدنا فرنسية كبرى؟ جميعنا متحمسون حيال باراك أوباما. من لدينا؟ في وسع أبناء المهاجرين العرب اليوم أن يكونوا فنانين، لكن ليس هنالك الكثير منهم في الشؤون العامة. من منا مثل كولين باول؟ اليوم لم يعد مجلس الأمة ذكورياً، لكنه أبيض مما يؤشر إلى الكثير. لا يمكن لأي برلماني من البر الرئيسي لفرنسا أن يدعي أنه من أصل أفريقي أو شمالي أفريقي. لا أحد منهم يحمل اسماً مسلماً، لما لا؟ منطقي أن نسأل. توضح هذه الحقيقة المسافة التي قطعها مسلم فرنسا. كنا نحن البور، كنا نحن الهمج، كنا نحن العرب، الحثالة، أولاد المهاجرين وأبناء التعددية. هذا إيجابي أكثر قليلاً، لكن كل ذلك سيختفي. الشيء الذي لن يختفي هو أننا سنبقى مسلمين. المسلمون الفرنسيون مصطلح متناقض وبسيط، حيث إنه يشمل بشكل عشوائي المسلمين المتدينين واللا أدريين والملحدين، ولكنه يشير إلى أولئك الذين ورثوا تاريخاً معيناً ضمن التاريخ الأوسع للأمة الفرنسية. الوجود كأقلية يعني الهروب من عدم رؤية الأجيال السابقة، أولئك الذين جاءوا لبناء هذا البلد والدفاع عنه مع الحفاظ على التوارى عن الأنظار. إنه يعني تغيير وجه المجتمع الفرنسي مع قبول التغير نتيجة لهذا المجتمع الجديد. إنه يعني في الوقت ذاته خلق بلد جديد، ولنتعلم من خلال المواجهة والتلاحم أن نتخلص من هويتنا الغامضة.